أنا المهندس فراس يوسف الشرايري، المدير التنفيذي لمجموعة يوسف الشرايري، حاصل على عدة درجات في الهندسة والإدارة الخلاقة والعلوم المالية والمصرفية والقيمة المعتمدة. خبراتي تعددت ما بين القطاع الهندسي الإنشائي والتصميم والإشراف، بالإضافة إلى خبرة واسعة في المجال التجاري في أعمال التصدير والاستيراد وخلق العلامات التجارية. تأسست مجموعة يوسف الشرايري في العام 2021 منبثقة من تأسيس شركتين، شركة يوسف الشرايري للإسكان التي أسست عام 1978، والشركة الثانية شركة فراس الشرايري للمقاولات التي أسست عام 1984. طبعاً كلا الشركتين تأسس بواسطة الوالد أطال الله بعمره، نفذت العديد من المشاريع في محافظة إربد وهي من الشركات الرائدة لتنفيذ المشاريع الإسكانية، حيث لما تأسست ما كان يتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع والمستثمرين في هذا القطاع أكثر من شركتين، واستمر نشاطها للعام الحالي للعام 2022. أنشأت العديد من المشاريع في مختلف مناطق مدينة إربد تحديدا. أما بالنسبة عن شركة فراس الشرايري للمقاولات، فقد كما أسلفت تأسست بالعام 1984 كمان من قبل الوالد أطال الله بعمره، ونفذت العديد من المشاريع الاستراتيجية في محافظة إربد وخارج محافظة إربد.